حياكم الله. في الأمس سألنا متى وكيف وأين، ولم ننتظر إلا ساعة واحدة فجاء الرد. إيران تعيد ترتيب الأوراق الإقليمية والحسابات الدولية، صواريخ ومسيرات لا تصد ولا ترد، أسمعت أصواتها من به صمد، وأزالت نيرانها الغشاوة عمن غفلت أبصارهم وظنوا للحظة أن أبناء الثورة الإسلامية سينسون ثارهم أو سيلتزمون الصمت كباقي الدول. كل رهان على المقاومة رابح، وكل مشروع مع الصهاينة خاسر وزائل. وإذا كان التاريخ لم يكتب بأيدي الشهداء في سبيل تحرير الأوطان والقضاء على مشاريع الاستيطان، فالحاضر والمستقبل سيكتب حتما بدماء تضحياتهم. اللهم إنا بلغنا، اللهم فاشهد. نفتح وإياكم ملفنا الأول عن الرد الإيراني الذي ضرب عمق الكيان الصهيوني ليلة أمس الأحد بتقرير الزميل شيبان سامي، لنتابع. هكذا سقطت الصواريخ على إسرائيل فجر اليوم الأحد، حيث نفذت إيران هجوما واسعا استمر لنحو 5 ساعات بمسيرات وصواريخ أصابت أهدافا ومواقع مهمة تابعة للجيش الإسرائيلي حسب تصريح الحرس الثوري. يأتي هذا الهجوم ردا على القصف الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق قبل أسبوعين. نتيجة للعربدة الإسرائيلية وتجاوزت الخطوط الحمراء وكذلك الإبادة في غزة وعدم الصياغ إلى الأوامر أو القوانين الدولية والإنسانية، فهذه دلالة على أنها هي خارج القانون، وكانت هنالك تجاوزات على السفارة الإيرانية في دمشق، وهذه دلالة أخرى بأن السفارة هي سيادة، ولهذا بأن الرد الإيراني كان رد في وقت المناسب. الرد الإيراني كان بوقته، لأنه مثل أمن فشل في إدارة إسرائيل، لأنه إسرائيل تحدث القوانين الدولية ضرب القنصلية الإيرانية في دمشق، لذلك إيران ما حقها أن تضرب. في الوقت نفسه أطلق حزب الله اللبناني صواريخ كاتيوشا باتجاه الهضبة الجولان المحتلة، فيما أطلقت قوات الحوثي في اليمن مسيرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية تضامنا مع الرد الإيراني، فيما يرى مراقبون أن الوقت حان للرد على أرض الواقع بعيدا عن المجاملات على حساب دماء شهداء فلسطين. الحوثيين ايضا كان لهم موقف، المقاومه كان لها موقف، حزب الله في لبنان كان لها موقف. اعتقد انه هذه المواقف ستسجل يعني في احرف من ذهب، لانه هنالك على الاقل اكو رد على الارض. اليوم احنا موضوع الاستنكار وموضوع الاستهجان موضوع التنديد اعتقد انه ولى وعفى عليه زمن، يجب ان يكون اليوم رد على الارض. في ظل التصعيد بين إسرائيل وإيران، وزير الدفاع الإيراني محمد رضا إشتياني قال: وجهنا رسالة مباشرة إلى إسرائيل بأننا سنرد وبقوة على أي دولة تفتح مجالها الجوي أو أراضيها لهجمات إسرائيلية على إيران. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديث ملفنا الأول راح يكون مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور طارق الزبيدي، حياك. أهلاً وسهلاً حضرتك وضيفك الكريم. أهلاً وسهلاً. والأستاذ عدنان الكناني الخبير الأمني، حياك الله أستاذ. شاء الله تفضل. كما ينضم إلينا الكاتب في الشأن الإيراني سعيد شاوردي، حياك الله أستاذ سعيد. تحية طيبة لك سيد فرح ولضيوفك ولجميع المشاهدين. أهلاً وسهلاً بحضرتك. أبدأ معك سيادة العميد بلغة أمنية بحتة، ما الذي شاهدناه يوم أمس من ضربات موجعة على الكيان الصهيوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا شاء الله حياكم وانت بخير والصحة والسلام، يحفظكم ربي إن شاء الله لجميع مشاهديك الكرام ولكادر قناتكم المحترم، وأيضا تحياتي وتقدير للضيوف الكرام. الحقيقة راح أتحدث بلغة عسكرية ستفرح، مو باللغة أمنية. أنا كشخص وكمراقب كنت أعتقد أنه الرد الإيراني سيكون في الجمعة الأخيرة من رمضان، على اعتبار أنه يوم القدس وهذا يوم يعني مقدس للإسلام وللمسلمين وللعرب ولكل الأحرار بالعالم، وأصلا تحديدا يعني هذا اليوم مقدس بالنسبة للإيرانيين لأنه سمي هذا اليوم بيوم القدس ومن قبل
المرشد الأعلى سماحة آية الله العظمى روح الله الخميني. نعم. لذلك يعتبر هذا اليوم له قدسية وله خصوصية معينة. فكنت أتوقع أنه في هذا اليوم وأيضا هو متعلق بالقدس وهي القضية واحدة يعني. حتى الجانب الإسرائيلي كان يعتقد أنه الرد الإيراني سيكون في هذا اليوم. وكيفية الرد يعني أنه كنت أعتقد ماذا سيكون الرد؟ لأنه الحرب هي حرب ضربة بضربة. فبالتالي إسرائيل استهدفت قنصلية. يعني المفروض إيران تستهدف أيضا قنصلية. هل سيكون الرد على قنصلية؟ فإذا أين سيكون؟ داخل الأراضي العراقية أم داخل الأراضي السورية أم داخل الأراضي المصرية؟ نعم. الأردنية الخليجية؟ يعني كنا نتحدث عن أهداف. طيب. لكنه كنت أتابع أنه إيران تفننت بحرب النفسية على الكيان الصهيوني. ونجحوا نجاح مرعب يعني بالحرب النفسية. لأنه استنفذوا الطاقات الكامنة عند الجنود الصهاينة. نعم. والقيادات الصهيونية. يعني كان يعطون انذارات على أنه ستكون الضربة بالساعات القادمة في اللحظة الفلانية. قاموا بغلق الأجواء الإيرانية. مناورات عسكرية تنذر على أن هنالك معلومات واستنفار للجيش الإيراني ومعناته أنه سيقوم بعمل عسكري. هذا ما جعل القوات الصهيونية بحالة انذار قصوى. واستنفر من عندهم الجهود. شلة المطارات عندهم. الآلة العسكرية والدفاعات الجوية كانت ترتاح وترجع تدخل انذار مفاجئ. وهذا سبب إرباك كبير جدا للأجهزة والمعدات والعاملين على الأجهزة. لكن أكو سؤال عسكري بحت يقول لك ليش إيران نبهت أنه المسيرات ستصل بعد ساعة أو ساعة ودقائق؟ مو المفروض الضربة تكون مباغتة وسريعة؟ شوفي عزيزتي، أولا الجانب الإيراني ذكي جدا، وهي الطائرات أصلا حينما تنطلق تحتاج إلى سقف زمني. نعم. وبحساب السقف الزمني الساعتين لما توصل الأراضي الإسرائيلية الاستحضارات الصهيونية يعني كلش كافي عليها أقل من هذا الوقت تقريبا بربع، يعني ممكن بنص ساعة تتم الاستحضارات الإيرانية. لذلك كان هم يلعبون بأعصاب الصهاينة من ينوهون على أن هنالك رد، لكنها الضربة هي ما كانت مسيرات، المسيرات كانت غطاء للصواريخ. لأن نحن كعسكر دائما نحسب كلفة المقذوف مع حجم الهدف. يعني ما معقولة أنت يعني ينطلق صاروخ كلفته كلفة إنشاء هذا الصاروخ وترميمه وبناء. سيادة العميد سنتحدث عن الحرب المركبة، هذا ما سمته إيران، لكن فقط أسمع وجهة الدكتور طارق. دكتور طارق، من جهة سياسية بحتة. نعم. كيف ترى ما حصل اليوم؟ في الحقيقة عملية الاستهداف، ابتداء احنا نرحب حضرتك وضيفك الكريم والأخ الأستاذ عدنان فيما يتعلق بموضوع الرد الإيراني، هو بمثابة ردع، وهو بمثابة رد على القصف الذي طال القنصلية في سوريا. وبالرغم من كل الآراء التي قالت أن إيران سوف تستهدف المصالح الأمريكية في العراق أو المصالح في سوريا، كنت أتوقع أن الاستهداف سوف يكون أما لسفارة لإسرائيل في دولة معينة أو أن يكون لإسرائيل بشكل كامل، يعني بشكل مباشر، باعتبار أن عملية الاستهداف الذي حدث في القنصلية هو استهداف مباشر لإيران، باعتبار أن القنصليات والدبلوماسيات البعثات الدبلوماسية هي تمثل الدول. فعملية الرد يجب أن يكون بالمثل، على قاعدة الرد بالمثل، ولذلك كان عملية الاستهداف متوقع. طبيعة الاستهداف في حد ذاته، حضرتك سألت سؤال مهم المتعلق بعملية التوقيت. نحن نتحدث عن حرب بين دولتين ليست متجاورة. لو كان هناك حرب بين دولتين متجاورتين ممكن عملية المباغتة، ممكن الصواريخ أو الطائرات لا تحتاج وقت كافي، ولكن نحن نتحدث عن مسافة تزيد عن 1200 كيلومتر. هذه المسافة هي مسافة ليست قليلة. أعتقد أنه بالرغم من جميع الملاحظات التي سجلت على هذا الاستهداف، ولكن هو في حد ذاته أعتقد ضربة استباقية، ضربة مهمة. في بعض الأحيان هو قال نعم حول هذه النقطة، بعض الملاحظات التي سجلت أن موضوع أن الضربة تم التنويه لها، وهناك بعض التسريبات قالوا أن موضوع هناك إخطار مسبق لعملية الاستهداف وسوف تكون محدودة. هذه وسائل الإعلام سمعناها من وسائل الإعلام، وقد وسائل الإعلام الموالية لإيران أو الموالية للكيان الصهيوني. احنا بشكل عام سمعنا عن وسائل الإعلام انه هذا الموضوع كان موجود، ولكن نقول مهما كانت طبيعة المعلومات تبقى هذه الضربة موجعة. لماذا موجعة؟ ابتداء ويمكن سيادة الفريق هو اعلم بموضوع الجانب العسكري، عملية استهداف قاعدة النقب الجوية
بحد ذاته هو يشكل يعني حقيقة نقطة استراتيجية مهمة لإيران. فضلاً عن ذلك أشار الأستاذ عدنان لمسألة الحرب النفسية. الحرب النفسية مؤثرة في الجانب الإسرائيلي كبير باعتبار أن يعني المستوطنون والداخل الإسرائيلي دائماً ويتأثر بالحرب النفسية تأثير واضح، باعتبارهم يعيشون حالة من عدم الاستقرار، باعتبار أن موضوع ما حدث في طوفان الأقصى قد حاول أن يزعزع الثقة الكبيرة في وجود ترسانة. إيران قالتها صراحة سنستهدف عمق الكيان الصهيوني عن طريق إيران وليس وكلائها كما نعم. يطلق عليها. عملية الاستهداف المباشر في حد ذاته أيضا هو يحسب لإيران باعتبار أن عملية الاستهداف لم تكن من سوريا أو من العراق، كانت مباشرة من إيران، وهذا في حد ذاته دلالة على أن الرسالة وصلت. عندما يتم استهداف إيران سوف ترد بشكل مباشر وليس عن طريق الوكالة. أستاذ سعيد أجدد الترحيب بحضرتك وأسألك بداية، كونك أقرب منا للحدث، هل لك أن تصف لنا ما جرى ليلة أمس تحديدا من قبل طهران على الصعيد الداخلي السياسي الإيراني؟ تفضل. تحية لك مرة أخرى سيد فرح وللضيوف والجميع المشاهدين. طبعا العملية بكل تأكيد هي عملية ناجحة ونجحت يعني بنسبة كبيرة جدا وحققت الكثير والكثير من أهدافها. طبعا هذا ما قاله اللواء حسين سلامي اليوم، وهو تكلم بهذا بناء على معلومات دقيقة حصل عليها من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. العملية ست فرح قد وحدت الإيرانيين بشكل كبير جدا، يعني هناك كنا في السابق أو كانت محاولات يعني للتأثير على فئة من الشباب، كان الإعلام يريد أن يؤثر على هؤلاء، يقول لهم يعني كما اليوم يحاولون التأثير على بعض المجتمعات العربية، يقول لهم أن هذه إسرائيل هي دولة ويمكن أن تصل معها إلى سلام، وهي دولة صناعية وهي دولة طبيعية ومثل هذا الكلام. اليوم الكل هنا، أكاد أن أقول لك الكل في إيران يجمعون على أن إسرائيل ليست دولة، هي كيان وليست كيان يعني عادي، كيان إرهابي وقاتل ومجرم، خاصة بعد عمليات طوفان الأقصى. وعندما ارتكبت الجريمة واستهدفت السفارة الإيرانية، هذه الكراهية قد تضاعفت أضعاف مضاعفة في قلوب الإيرانيين، وكلهم كانوا متحمسين إلى ضربة عسكرية من قبل الحرس الثوري على إسرائيل. بالأمس عندما كانت الصواريخ والطائرات المسيرة تنطلق على إسرائيل، كانت هنا في شوارع طهران والكثير من المدن احتفالات، الناس خرجوا طيب بشكل عفوي إلى الشوارع. هنالك من يعول وقالها وعول بالحقيقة أن إيران لن تضرب العمق الصهيوني الإسرائيلي، ولكن إيران فعلت. سؤال لحضرتك اليوم، هل تنتظر إيران ردة فعل من الكيان الصهيوني، أم أن هذا السيناريو مستعدة له الجمهورية الإسلامية وعلى أتم الجهوزية للرد على أي سيناريو ربما متوقع؟ سأجيب على سؤال حضرتك بس بعجالة. نعم. يعني ست فرح، احنا لدينا منافقون في هذه المجتمعات، مجتمعاتنا للأسف كانوا يقولون في السابق انكم جبناء، انكم خائفون، وكانوا يتمسخرون علينا يعني دائما. كلنا نعرف انه متى هذا الزمان المناسب والوقت المناسب، وكانوا يقردون ويكتبون. اليوم عندما ردت إيران بهذا الرد الهائل والكبير، إسرائيل استهدفت السفارة الإيرانية بستة صواريخ فقط، وإيران أطلقت يعني هناك يعني العدد مش محدد، ولكن أنا أتصور أكثر من 700 صاروخ ومسيرة وصاروخ مجنح وصاروخ أرض أرض. بهذه يعني يمكن 100 ضعف على مقارنة بعدد الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل على سفارة إيران. اليوم بيقولوا لك أنه يا أخي أنتم لماذا استهدفتم إسرائيل؟ إسرائيل اليوم تصنع من نفسها ضحية، وكان العالم يعني يقترب على أنه يعاقبها، وأنتم ضربتوها اليوم، وجاءها الدعم الأمريكي والغربي، وكأنه إسرائيل يعني لم تكن يعني في السابق تحصل على الدعم. فيما يخص سؤال حضرتك سيد فرح، أنا أتصور أن إسرائيل لن تقدم على مهاجمة الأراضي الإيرانية، لا أقول 100%، ولكن أنا أتصور بنسبة كبيرة جدا.
بعدما فهمت إسرائيل أن إيران لديها قوة عسكرية تستطيع أن تصل إليها، فهذا سيغير حسابات الإسرائيليين بشكل أساسي. نقطة فقط لو تسمحين. أي نعم فضل، لكن باختصار يعني العدد القتلى وكم يسقط من الإسرائيليين ويموتون في هذه العملية ليس هذا المهم. المهم هو أنه نحن أثبتنا لكم يا صهاينة القبب الحديدية والدفاع، المنظومات الدفاعية الأمريكية ودفاعاتكم F-35 لا يمكن أن تحميكم. لا. إذا ما قررنا في يوم من الأيام أن ندخل في حرب معكم، فهذه هي الرسالة المهمة التي أرادت أن توصلها إيران. نعم. وأوصلتها. أستاذ عدنان، إيران تغير استراتيجيتها من الصبر الاستراتيجي إلى عمليات الردع النشيط، وهذا تغيير في استراتيجية عالي المستوى. ما الذي نفهمه عسكريا من هذا التغيير؟ شوفي ست فرح، دائما الحروب تحسمها الحنكة واستخدام لغة العقل وميزان الأمور بميزانها الصح. العجالة وردود الأفعال الانفعالية دائما تخلف مشاكل كبيرة جدا. لذلك حينما استهدف العدو الصهيوني القنصلية الإيرانية في سوريا، كان أعداء إيران ومناصرين الكيان الصهيوني وأمريكا كانوا يدفعون إيران باتجاه وضعهم تحت فرضية الرد السريع، لأنه بالرد السريع ممكن أن تكون هنالك أخطاء، وهذه الأخطاء قد تكلف الجمهورية الإسلامية خسائر فادحة. يعني ردات فعل غير محسوبة. مضبوطة، يعني هو دائما الردود الأفعال السريعة الانفعالية تخلف مشاكل يعني. فهم وضعهم بالجانب النفسي حتى تحت فرضية الرد. لذلك الإعلام اللي كان متعاون مع الكيان الصهيوني كان يدفع الجمهورية الإسلامية باتجاه الرد، لأنه بالضغط النفسي يعني تحت مسميات أنه أنتم غير قادرين وانتو عبارة عن زوبعة كذب وانتو يعني مسميات كثيرة كانت تطلق قاسية جدا لغرض الضغط النفسي او توجيه الضغط النفسي على الجار ايران كي تقوم بفعل غير محسوب. رغم هذا ايران ما استجابت واستخدمت الحرب النفسية العكسية. طيب. عكست الحرب النفسية باتجاه الكيان الصهيوني. لذلك كانت من غرف العمليات الايراني تسرب معلومات يراد لها ان تسرب وتصل الى الكيان الصهيوني، هدفها هو الضغط النفسي على الكيان على أنه سنقوم برد وستكون هنالك عمليات ونوع العمليات. فأنا قلت أنه كانت الضربة هي الضربة الحقيقية الصاروخية، لأن الصواريخ في تصنيعها كلفتها عالية جدا، الطيران المسير كلفته بالتصنيع أقل. لذلك استخدموا الكيان، استخدموا الطائرات المسيرة لتحفيز الدفاعات الجوية الصهيونية، وبالتالي انشغلت بالطيران المسير كي تفسح مجال. وهذا الصواريخ. ما أطلقت عليه إيران الحرب المركبة. الحرب المركبة والحرب المدروسة. نعم. لذلك أقول أنه البعض يعتقد أنه في هذه الصولة الإيرانية بدأت الحرب. أصلاً هي الحرب بادية من 2003. يعني هنالك حرب إعلامية. لكن أيضاً بعدها حرب اقتصادية. نعم. هنالك ما يشكل يقول لك الصواريخ ما صابت شيء. حضرتك اكيد قرات اشياء بمواقع. لا لا انا اعرف شنو الهدف. لا لا انا اصلا تحدثت عن الهدف. قال لك ليش ما قلت له؟ يعني اكو تعليق انا قريته صراحه انا ما فهمته، ليش الصواريخ الايرانيه ما قتلت مليار يهودي؟ ليش هم اليهود اصلا مليار حتى تقتلهم؟ فريدك كخبير عسكري، لكن فقط يعني اتوجه بالسؤال لاستاذ طارق وراح نرجع نفصل هذه النقطه. بس اقول هاي اسمحي لي النقطه ست فرح، راح اقولها والله العظيم بتجرد تام. انا كنت في تغطيه مباشره في قناه الغدير، وكان المحاور سألني سؤال مع جل احترامي وتقدير طبعا تحياتي لكل العاملين بكل القنوات الفضائية المحترمة. سألني قال انه باعتقادك ما هي الاهداف التي ستستهدف؟ قلت له اولا انا كعسكر راح احكي لك بلغة العسكر. الاهداف الاستراتيجية اللي راح تكون هي المطارات ومداخر ومستودعات الاسلحة. نعم. ما راح تكون مستهدفة للتجمعات البشرية. مو مهمة التجمعات البشرية. المهمة اكو اهداف استراتيجية اهم من التجمع البشري. الجمهورية الإسلامية ما كانت تهدف البشر واستثمرتها كحرب نظيفة. حرب نظيفة لا استخدمت بنى تحتية ولا استخدمت موارد بشرية ولا مدنيين، بل أهداف عسكرية بحت 100%. طيب. وهذا اللي حدث، يعني هي صولة وجزء من حرب، يعني مو حرب شاملة. لذلك كانت هنالك أهداف مهمة، والأهداف المهمة تم استهدافها حسب ما خطط له القيادة العسكرية الإيرانية. أستاذ طارق، بصراحة اللي شفناه بعد هذه الضربات أنه مستعدين بعض السياسيين وبعض الشخصيات الإعلامية مستعدة تتحالف مع الشيطان ضد إيران، وهذا أصبح واضحا. أكو شخصيات سياسية قالت أنه هاي عبارة عن مسرحية،
زين انت ليش تقراها كسياسيا؟ ليش ممكن يطلع مسؤول في الدوله العراقيه او دوله اخرى يتحدث بهذه اللغه؟ قبل الحديث عن هذا اللي فضلتي به، هناك موضوع جدا مهم. أي. ان هناك سبق لايران، يعني منذ عام 67 لغايه هذه اللحظه، اذا تتفق معايا استاذ عدنان، يمكن هي الضربه الوحيده الموجهه اسرائيل من 67 لغايه هذه اللحظه. نعم. يعني الضربه الموجعه بشكل مباشر، بغض النظر عن الاضرار التي يعني خلفتها هذه الضربه، ولكن في حد ذاتها تعتبر هي سابقه الاولى منذ 67 لغايه هذه اللحظه. اعتقد بسبب وجود هذا التشكيك الكبير ووجود هذه الهجمه، باعتبار ان اسرائيل عملت منذ يعني زمن الى تحويل طبيعه الصراع العربي الاسرائيلي وطبيعه الصراع الاسلامي الاسرائيلي مع الكيان اقصد الى حروب اخرى، يعني حاولت ان تجد نوع من الصراع الحقيقي ما بين ايران والعرب، وصراع ما بين الطوائف الموجوده. هدف الاساس من وجود هذه يعني هذا المشروع، هدف الاساس هو ابعاد الصراع الحقيقي الموجود. ولذلك الكثير من البعض من خاصه الزعماء، يعني ليس الشعوب، هناك موقف مختلف حقيقه ما بين يعني زعماء العرب وما بين الشعوب العربيه في اطار التعاطف مع القضيه الفلسطينيه. لغايه هذه اللحظه جميع الشعوب العربيه في الاغلب العام هم متعاطفون يعني حقيقة مع القضية الفلسطينية وداعمون لها. شفناها البارحة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك تظاهرات كبيرة وهناك فرح قارم. طيب نتحدث عن السياسيين هنا في بعض، قال لك أنا والله لو أشوف لي جزء من الدوري الإنجليزي أفضل مما أشوف هذه المسرحية. نعم. ليش يصف هاي الأحداث بالمسرحية؟ ما أخفي عن حقيقة، أنا هذا الموضوع بعض التغريدات موجودة وشفتها واستغربت حقيقة، باعتبار أنه من غير المعقول أن نجد الجرائم الكبيرة الموجودة في غزة اتجاه الأطفال، وفي نفس الوقت أنت تحزن على عملية القصف الموجود والموجه إلى إسرائيل. يعني الكيان الإسرائيلي من غير المعقول أن يكون ليس فقط هو مسلم، حتى وإن كان إنسان يحمل صفة الإنسانية، يفترض أن لا يتعاطف مع الكيان الإسرائيلي لما يحدث من جرائم كبيرة موجودة موجهة اتجاه فلسطين. فضلا عن ذلك، من غير المعقول أن تحل القضية الفلسطينية دون وجود تنسيق عالي بين الجهد العسكري والسياسي. بمعنى حتى وإن كنت أنت مؤيد لفكرة المسارات السياسية مثل ما كانت حركة فتح وحركة حماس، واحدة من أبرز الخلافات الكبيرة هو أنه البعض يرى أن المسار السياسي هو الأفضل، وحركة حماس ترى أن المسار العسكري هو الأفضل. أنا أقول أن الأفضل هو التنسيق العالي بين المسار السياسي والعسكري، باعتبار أن المسار العسكري يحقق أهداف ردعية، والمسار السياسي يحقق تعاطف دولي، ومن خلاله نستطيع أن نصدر قرارات مهمة في مجلس الأمن والمتحدة. نعم أستاذ سعيد، كمواطن إيراني كيف تقرأ بعض التغريدات التي قالت أن ما قامت به الجمهورية الإسلامية من ضربات موجعة للكيان الصهيوني هي مجرد مسرحية ليست إلا؟ سيد فرح، يعني نحن في إيران أعتقد يعني إذا أردنا يعني ننظر إلى هذا سطحيا يمكن يكون هذا مؤلم، يعني أن ترى هناك ناس يعني ليس لديهم يعني ما بعرف والله معرفة أو يعني ماذا بنسميها، أن ينظرون إلى هذه العملية بهذه العظمة بهذه السطحية. طيب يا أخي أنت رميت على إسرائيل حجر صغير حتى تقول عن هذه المسرحية، إذا كانت المسرحية يعني القيام بعملية بهذه الحجم مسرحية، فأنت قدم أن فرد 10 مسرحيات أو 100 مسرحية وخلصنا من إسرائيل. هذا معذرة يعني كلام تافه لا قيمة له، وإما أن يصدر من يعني عدو حاقد يعني مريض فيه أمراض وهو يشوف نفسه يعني حقير مش قادر يتكلم ويجيب اسم إسرائيل، ويعني يصير عليه من الصعب جدا أن يرى دولة أو شعب أو مقاومة أو حلفاء يقومون بهذا العمل البطولي. أنا هؤلاء يعني اسمحي لي يعني ما بعرف والله نتكلم عنهم ولا لا، مثل الكلاب التي تنبح لا قيمة لهم عندنا. نحن لدينا مشروع واضح في أمام هذا العدو، هذا العدو لا يخاف اليوم إلا من هذا الحلف الذي تقوده إيران، هو حلف الشرفاء، هذا الحلف الذي بالرغم من أنه يعني ينبغي على 2 مليار مسلم في هذا العالم، 57 دولة إسلامية كلها مشلولة وعاجزة ولا تستطيع أن تفعل شيء، وأنت وعليك حصار وعليك عقوبات اقتصادية وعليك مؤامرات، وأنت تستطيع أن تقدم كل هذا الدعم للشرفاء في غزة وأن يكون نعم. لديك برنامج واضح في مواجهة إسرائيل. هؤلاء يريدون أن يشوشوا علينا، أنا أعتقد لا قيمة لكلام هؤلاء، نحن مستمرون بخططنا وبرامجنا
وكل شيء أمامنا واضح، وأعتقد يعني علينا أن لا نلتفت إلى مثل هذا الكلام، ونمضي قدما نحو أهدافنا السامية. بكل تأكيد. شكرا جزيلا الباحث والكاتب في الشأن الإيراني الأستاذ سعيد شاوردي، كنت معي من طهران، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. أستاذ عدنان، رح نرجع البارحة، الأردن صد صواريخ كروز الإيرانية سقطت في أراضيها حماية للكيان الصهيوني. إذا أحد القواعد العسكرية الموجودة في المنطقة هاجمت إيران، إيران قالتها صراحة سنهاجم هذه القاعدة، تتوقع مثل هكذا سيناريو؟ شوفي ست فرح، أولا لا الأردن ولا دول الخليج ولا مصر ممكن أن تدخل حرب مع إيران، لأنها ليس لها قدرة بمجاراة جار إيران أبدا يعني، والحرب ستكون خاسرة من اللحظة الأولى. لذلك هم سيكتفون بالدخول تحت البطانة الأمريكية. أما الآن يعتقدون أنهم أمريكا وإسرائيل تؤمن لهم بعض الحماية، ويعتقدون أن هنالك عدو، وجعلوا من إيران عدو وهمي لشعوبهم، أنها تحدث حكام أوهموا شعوبهم أنه عدوهم الحقيقي إيران، هو الحقيقة عدوهم الحقيقي الكيان الصهيوني اللي يعلن رسميا أنه الأردن جزء من مشروع الكيان الصهيوني ودولته المشؤومة بين الأزرقين، وعالن أنه الأراضي الأردنية مباحة ومستباحة للكيان الصهيوني، ولا يعترف بالسيادة الأردنية نهائيا على أراضيهم. لذلك حكام بعض حكام الدول العربية مع جل احترامي للشعوب العربية أوهموا شعوبهم على أنهم هناك عدو، وبالتالي حاولوا شيطنة تجارة إيران، والحقيقة هي المناصر للقضية الفلسطينية والقضية القومية العربية هي جارة إيران. وما يحدث الآن من عدوان أمريكا الصهيوني على الأراضي الإيرانية بسبب موقفها مع القضية الفلسطينية. لو إيران تبرت من القضية الفلسطينية والقضية القومية العربية ما كان يحدث بها الآن ما يحدث، سواء كان من حصار أو من ضغط نفسي أو من هجوم إعلامي أو من إحداث منطقات. تكون حرب مفتوحة لو الكيان الصهيوني أخذ هذه الضربات وراح يبلعها ويسكت خلاص. شوفي ست فرح، بالحرب دائما نقول توقع لا متوقع، والاحتمالات إن كان هنالك واحد بالألف يجب أن يأخذ على محمل الجد. أعتقد يعني أنا بحساباتك عسكري لابد أن تأخذ جار إيران حسابات أنه قد تقوم إسرائيل أو ربما أمريكا أو ربما طرف ثالث طريقة أخرى استهداف بعض المنشآت المهمة جدا داخل الجمهورية الإسلامية. أعتقد الآن ستكون هنالك هجمة من العملاء والجواسيس، ستكون هنالك عملية استنشاط لكل الخلايا الناعمة لغرض جمع المعلومات، وربما ستكون هناك تصفيات جسدية واستهداف لبعض الشخصيات سواء كان داخل الجمهورية الإسلامية. حتى متطوعين الباحة شفناهم على مواقع التواصل الاجتماعي يبتشون على الكيان الصهيوني سيادة العميد أكثر مما يبتشون على الجيوش الإلكترونية. ست فرح، الجيوش الإلكترونية. لذلك أقول أن الحرب هي حرب، ستكون حرب مخابراتية، وسيكون هناك دور لعناصر الاستطلاع المتواجدين سواء كان بالأراضي الإيرانية أو بالأراضي العراقية أو السورية أو ربما اللبنانية للقيام بواجبات يكلفون بها. طيب، من قبل أجهزة المخابرات. دكتور طارق، تتوقع أكو جهات سياسية دولية راح تدخل على ترطيب الأجواء بين كل الأطراف؟ أنا ما أعتقده من موضوع الحرب الموجودة ما بين الكيان الإسرائيلي وإيران، الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى عدم توسعته، وبنفس الوقت لأن باعتبار أن هناك مصالح أمريكية موجودة في المنطقة وتحاول أن تستوعب هذا الصراع. صحيح هي تغذي هذا الصراع، ولكن في نفس الوقت تسعى إلى عدم اتساع، وهذا ما وجدناه من خلال الوساطات الكبيرة عندما كانت هناك يعني الحرب في غزة، كانت هناك وساطات أمريكية لغرض عدم دخول أطراف يعني الجناح السوري واللبناني الدول في هذا الصراع. ولذلك أعتقد أن عملية اتساع هذا الصراع مستوعد باعتبار أن هناك يعني إرادة دولية لعدم اتساع هذا الصراع. فضلاً عن ذلك أعتقد أن حتى إيران هي لا تسعى إلى حرب شاملة ومباشرة، تكتفي في موضوع الرد والردع المناسب. طيب، خاصة أنه وجدنا البارحة التصريح من قبل الممثل في الأمم المتحدة، ممثل إيران في الأمم المتحدة، قال أنه انتهى يعني انتهى موضوع الرد، وسوف نرد بالمستقبل إذا ما حدث أي اعتداء مستقبلي. فهذا في حد ذاته يحدد أن عملية الهجوم هو محرب بقدر ما هو رد، ضربة بضربة. البارحة كانت أكو اجتماعات كبيرة بين القيادة الأمريكية وقيادة الاحتلال الصهيوني، اجتماع بعد اجتماع. بايدن الرئيس الأمريكي أعرب عن قلقه ما
من اتساع دائرة الحرب، لكن بالوقت ذاته قال أن الولايات المتحدة تحمي الكيان الصهيوني. طيب شنو التضارب؟ واضحة يعني هاي ما يحتاج لها يعني تفسير، أن الكيان الصهيوني هو ليس فقط محمية أمريكية. هناك إعلان منذ اليوم أمس أن القطعات يعني الفرنسية والبريطانية هي صدت. لا ماذا أقصد هذا؟ مغزى سؤالي هسه إذا الكيان الصهيوني راد يعتدي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذا دخلت الولايات المتحدة حتما ستكون كل المصالح الأمريكية في مرمى النيران الإيرانية. طيب راح تدخل لو ما راح تدخل؟ والله اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه سوف لن تجازف بمصالحها في منطقه الخليج وفي العراق وفي بلدان اخرى، وستحاول ان يعني تحد من هذا الصراع حقيقه. صحيح هي لا تعمل على انهائه، ولكن تحاول ان تسيطر على هذا الصراع في حدود معينه. طيب اسمحوا لي ضيوفي الاكارم ومشاهدينا ان يكون ختام ملفنا الاول بابرز الاراء المطروحه في منصه اكس حول الرد الايراني على الكيان الصهيوني، لنتابع. ملفنا الثاني راح نفتحه وياكم باستطلاع الشارع العراقي عن أهمية زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن. زيارته لواشنطن يعني هو لتأكيد المعاهدة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة 2008، ويعني نوعا ما أنه يعني تشمل ليس الأمن فقط والجيش ووجود الجيش في العراق، ولكن مسائل اقتصادية، مسائل استثمار، يعني البنوك وإلى آخره. هذه الزيارة احنا كشعب نتمنى لها الموفقية في مجال تحسين الاقتصاد، لأن الشعب بحاجة إلى أن يكون اقتصاده يتطور ويتحسن. أتمنى تكون بها مرجع فائدة للشعب. أعتقد يعني الحكومة العراقية الآن والانفتاح الحاصل وسبل التعاون مع أمريكا أو غير أمريكا أو حتى الدول الأوروبية، يعني هذا يعود بالإيجاب على الحكومة العراقية، على الشعب العراقي، على العراق بشكل عام. تعليقات المستشارين والنواب لها نصيب ويانا من الآراء بهذه الزيارة، خلينا نشوفها وياكم. We'll be right back.
نجدد ترحيبنا بأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور طارق الزبيدي، حياك الله من جديد، وأيضا الخبير الأمني الأستاذ عدنان الكناني، حياك الله. أستاذ عدنان، نبدأ من زيارة السيد السوداني إلى واشنطن. أهم نقطة في هذه الزيارة هي تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ممكن تحدثني عن هذه النقطة؟ سيد فرح، الزيارة أولا تعتمد على عنصرين أساسيين وذاهبة باتجاهان أساسيان، والمباحثات ستكون ضمن إطار تقوية الجانب الاقتصادي، وهنالك أوراق متعلقة بالجانب الاقتصادي وبملفات ما يخص العراق أو وجود العراق تحت طالة البند السادس، وأيضا أن التحرر العراقي الكامل من طالة البند السابع وتصرف بالأموال العراقية بحرية تامة من قبل الحكومة العراقية على اعتبار بلد حر، برلمان عراقي وحكومة منتخبة، وعليه أنه يجب أن تكون هنالك سيادة متكاملة على أموال العراق وعلى أرض العراق وعلى مياه العراق وسماء العراق. الجانب الآخر هو الجانب الأمني. موضوع اتفاقية الإطار الاستراتيجي هي اتفاقية انتهت في نهاية 2011، انتهى مفعولها في 31/12/2011. المتعلقات فقط هي مادة واحدة اللي هي المادة 28 بين ثانيا فيما يتعلق بالسيادة. الوجود الأمريكي بعد 2014 جاء على أثر المادة ثانيا من الفقرة 28 مادة ثانيا اللي هو المضمون وليس النص. طبعا في حالة تعرض السيادة العراقية لا تهديد خارجي أو داخلي، تقوم الإدارة الأمريكية وطلب من الحكومة العراقية بالتدخل بغية المحافظة على الأمن والاستقرار. جيد، هذه المادة الجزئية موجودة في هذه الاتفاقية باتفاقية الإطار الاستراتيجي. ما تركيا يوميا معتدي على الأراضي، وهذا اللي أنا أريد أحكي. وهذا اللي أريد أحكي. فقدمت الإدارة الأمريكية لأنه داعش الإرهابي هو الصنيع الأمريكي. أوكي. وأمريكا حينما نشطت تنظيم داعش الإرهابي كان هدفها تعود إلى الأرض العراقية من الباب والشباك معا، لذلك اعتمدت على هذه الفقرة وعادت إلى الأراضي العراقية بعدما حفزت هذا التنظيم وأعطت الصورة مضخمة للتنظيم على أن هذا التنظيم قد يجتاح الأراضي العراقية وممكن أن يكون بقاء بالأرض العراقية، وإذا كفح وعالج قد يستمر نفوذه إلى أكثر من 15 سنة وربما يفوق هذا. لذلك يعني ضخمت داعش الإرهابي، وايضا دعمت داعش اللي هو صنيع امريكي باعتراف الاداره الامريكيه وبمسؤولين امريكان. فاقول انها الذريعه هي ذريعه مختلقه اصلا، والتجاوزات التركيه على حدود العراق في ظل الوجود الامريكي، لانه امريكا اشرفت على جيش عراقي منقوص القدره القتاليه. طيب وهنا في هذه الجزئيه اسمح لي، الحكومه العراقيه الغاء هذه الاتفاقيه باعتبار الجانب الامريكي لم يفي، انتهت اصلا الاتفاقيه. لا ليش راح نفعلها؟ احنا من اجوا بالماده 8 ثانيا، الماده 28 ثانيا على اعتبار تدخلوا في مجال محافظة على سياده العراق. بهذه الماده جعلوا هنالك مضمون انه ممكن تقوم الحكومه العراقيه. هذه مفهومه الان. هذا التفعيل، التفعيل اتفاقيه الاطار الاستراتيجي، شن هي الجدوى باختصار لو سمحت؟ يعني اولا مو تفعيل، وانما جدوله الخروج القوات الامريكيه من الارض العراقيه بطلب رسمي من الحكومه العراقيه على اعتبار داعش انتهى بارض العراق. نعم. والقوات الامنيه العراقيه جاهزه للمحافظه على سياده العراق والمحافظه على امن واستقرار العراق، لذلك لا تحتاج القوات العراقيه من وجود قوات قتاليه بالارض العراقيه كي تحافظ على امن وسلامه العراق. بهذه الجزئيه. نعم. لكن اقول انه ربما سيذهبون باتجاه اتفاقيه المشاركه، لأن هناك اتفاقية وقعت تزامنا مع الإطار الاستراتيجي. اتفاقية كان من 11 قسم متعلقة بتطوير الزراعة والبنى التحتية والجانب الاقتصادي. صحيح. والتعليمي، هذه لم ينفذ منها ولا بند واحد. لذلك أقول ربما سيذهبون بهذا الاتجاه، أنه جعل الجانب الأمريكي متضامن مع الحكومة العراقية لتطوير ما تم الاتفاق عليه وفق رح نتحدث عن هذه المشاركة. النقطة بالتحديد. لكن أفهم من أستاذ طارق بصراحة، هل ستلعب هذه الزيارة دورا إيجابيا من حيث السياسة مع الجانب الأمريكي، لو رح تكون زيارة روتينية بلا داعي؟ في الحقيقة بالرغم من تأخر هذه الزيارة لأكثر من مرة، وهناك يعني حقيقة توقع يعني هواي من كثير من الآراء حول أسباب التأخير، وأتفق مع أستاذ عدنان فيما يتعلق بالاتفاقية. هناك اتفاقيتان ليس اتفاقية واحدة، اتفاقية سحب القوات تفضل بها الأستاذ عدنان، هي انتهت تقريبا باستثناء التوظيف لبعض المواد فيما يتعلق بالعودة. طيب. وتشكيل التحالف الدولي ضد داعش. وهناك اتفاقية أخرى، اتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون، اتفاقية مشاركة، مشاركة لا سيما أن الاتفاقية الثانية تحمل في طياتها التعاون ليس فقط في الجانب العسكري والأمني، تعاون اقتصادي، تعاون ثقافي، فيه تفاصيل كثيرة. طيب.
رئيس الوزراء يحاول ان يستخدم يعني الدبلوماسيه او القوى الناعمه في اطار التفاوض مع الولايات المتحده الامريكيه لغرض اخراجهم. بالمناسبه بالرغم من ان هناك ملفات كثيره في جعبه السيد السوداني في اطار الزياره، ولكن اهم ملف هو ملف عمليه يعني اجلاء القوات الامريكيه الموجوده لا سيما في القواعد المعلومه. هذه المهمه ليست سهله، مهمه صعبه. سبب الصعوبة أن دائما ما يتحدث الجانب العراقي أن الحوارات التي جرت في بين الجانب العراقي والأمريكي في إطار الحوارات، الجانب العراقي يقول هذه الحوارات هدفها الأساس إجلاء القوات الأمريكية، ونجد مقابل ذلك تصريحات أمريكية يقولون نحن لا نبحث عملية الانسحاب. فهذا في حد ذاته يعني يؤشر بوضوح أن هناك اختلاف في إطار التوجهات في إطار البقاء من عدمه. فالرئيس الوزراء ماذا يعمل؟ يحاول أن يوظف اتفاقية الإطار الاستراتيجي باعتبار أن مهمة داعش يفترض انتهت، يعني موضوع التحالف ضد داعش انتهى وجوده. فيحاول أنه يقنع الجانب الأمريكي أن لطالما موضوع الجانب العسكري انتفى يفترض أن تحول الاتفاقية من اتفاقية عسكرية لاتفاقية في إطار التعاون المستقبلي. وبدل من أن تكون هنا اتفاقية مع دول متعددة، لأن تحالف دولي ليست فقط الولايات المتحدة الأمريكية، دول متعددة ألمانيا فرنسا إلى آخره، يفترض أن تكون هناك علاقات ثنائية. وهذه العلاقة الثنائية يفترض أن تكون على أساس قائم على أساس الاحترام المتبادل. أستاذ طارق، بصراحة البارحة قرأنا في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الآراء السياسية قالوا كان الأولى برئيس الوزراء العودة إلى العراق بعد الأحداث اللي صارت البارحة والاستنفار الكبير الأمريكي. لماذا دائما يربط الشأن العراقي بشؤون المنطقة؟ أنا أعتقد أنه صانع القرار في العراق يحاول أن يعني يسير بسياسة النائي بالنفس عن موضوع المحاور. لو قطع السيد رئيس الوزراء الزيارة لكان هناك يعني توجه على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي أن العراق دخل في محور من المحاور. السياسة منذ 2008 صعودا كل رؤساء الوزراء حاولوا أن يجدوا محور يقفوا على محور الحياد، ولم يكونوا ضمن المحور مثلا السعودي أو محور القطر التركي أو المحور الإيراني، باعتبار أن الذهاب في محور من المحاور سوف يضر أيضا في الداخل العراقي أيضا. طيب أستاذ عدنان، بصراحة هل ستكون هذه الزيارة كرؤساء الحكومات السابقة راحوا وتفاوضوا لكن لا جديد، لكن اليوم نشوف هذه الحكومة جادة مقنعة جدا للشارع العراقي وربما قلصت الهوى بين الحكومة وبين المواطن العراقي، هل هي قادرة بالفعل على إحياء بقية الاتفاقات وبنود الاتفاقية الصناعية والزراعية وغيرها؟ لأن احنا دائما نشوف لمحة غدر من الأمريكان ما يقدموا لك أي شيء. وبصراحة أتحدث، شوفي ست فرح، هذه الزيارة تختلف تماما عن سابقاتها لأسباب. طبعا أولا أمريكا تعتقد أنه السيد السوداني هو رأس السهم بالنسبة لكل فصائل المقاومة ضد الوجود الأمريكي، لذلك هم يرون فيه أنه آراء المقاومة على الجانب الأمريكي، وسيستخدمون جميع الألاعيب مع السيد السوداني، الضغط النفسي، التلاعب بالألفاظ، وحاولون بطريقة أخرى أنه تسفيه الزيارة وربما تحقيق أكبر عدد. وهذا اللي نشوفه هسه حتى الجيوش الإلكترونية اللي حضرتك قاعدة تتكلم عنها، وكأنما هذه الزيارة من غير فائدة من غير نفع. هي بالعكس، هي أكثر زيارة مهمة جدا، لأن أنا تحدثت أنه جانب الأمريكي سينظر جانب بوجهين، وجه الأول اللي هو نظرة للمقاومة جميعا، كل قيادات المقاومة بفصائلها بمقاتليها بأفعالها البطولية بشخص السيد السوداني، لأنهم أجمعوا على شخصيته وبالتالي هو نتاج ما خرجوا به. والآن يمثل وجهة نظر المقاومة في مجال الأعمار بالأراضي العراقية. يعني الآن حركة الأعمار اللي موجودة بالساحة العراقية هي رأي المقاومة، لذلك تحولوا من ساحات القتال إلى ساحات البناء والأعمار، والرجال هو ده ينفذ وجهة نظر المقاومة. وبهذا الأسلوب يعني هم يعتقدون أنه سيرون ما يخفي عنهم من خلال وجه الآخر للمقاومة العراقية. فأعتقد ستكون هنالك ضغوطات نفسية ستستثمر جميع الأوراق. الضغط الاقتصادي سيكون موجود من الجانب الأمريكي، سيحاولون تصعيب الأمور كثيرا على السيد السوداني، لكن سينتظرون ما سيقدم لهم هو. يعني هم ما راح يفتحون لأي موضوع للتفاوض، راح يروحون ما ذهب به هو، شو الأوراق اللي ذهب بها؟ أي يعني الكرة في ملعبنا اليوم. الكرة في ملعب السيد السوداني، المفاوض العراقي وعلى رأسهم السيد محمد شاع السوداني، اليوم لديه أوراق ضغط ممكن يستعين بالمقاومة كأوراق ضغط، وبالتالي إجبار الجانب الأمريكي على تحقيق بنود الاتفاقية. أنت لو لاحظت قبل ذهاب السيد السوداني حاول لملمة البيت العراقي، يعني مع الجانب الكردي صحيح.
حصول التواصل مع المكون السني مع جل الاحترام لاخواننا وابنائنا وشركائنا في الوطن، وهذا لا فضل احد على احد، عراقيون ونفتخر بعراقيتهم ونفتخر بانفسنا معهم كعراقيون. طيب. لذلك اقول انه السيد السوداني حاول ان يوحد البيت العراقي والراي العراقي قبل ذهابه، ثم انا قلت انه نحتاج المقاومه كي تكون فاعل، لان امريكا لا تخرج من بلد احتل من قبل القوات الامريكيه الا تحت ضغط النار. بالحالات الطبيعيه ما ممكن تنسى، لا ما سجل التاريخ لذلك، لذلك اقول انه المقاومه كانت ويجب ان تكون عامل مساعد للسيد السوداني. طيب. في حواره مع الجار مع الشعب العراقي، الشعب العراقي ضروري ان يكون رايه ساند وداعم للسيد السوداني مع المقاومه، ستكون وسيله ضغط كبيره جدا على الوجود الامريكي بالعراق. استاذ طارق، ما هي الاوراق التي ممكن استخدامها للتلاعب بنفسيه الجانب الامريكي وبالتالي جر الجانب الامريكي لتنفيذ بنود هذه الاتفاقيه؟ في الحقيقه الجانب العراقي يمتلك اوراق والجانب الامريكي يمتلك اوراق فيما يتعلق قدر تعلق الامر بالاوراق اللي يمتلكها. الامريكان دائما ما يطلبون من صانع القرار في العراق على ضروره المحافظه على الاموال والدولار. الموضوع الاخر يحاول الجانب الامريكي ايضا المحافظه على المصالح والتواجد في المنطقه. دائما ما نجد الجانب الامريكي يحاول ان يستخدم العراق في الوساطات. اغلب المشاكل الموجوده في العالم العربي بالذات في الشرق الاوسط، العراق نجح في وساطته، نجح في الوساطه في حل الازمه السوريه وحل الازمه اليمنيه وتهدئه حتى موضوع الوساطه ما بين الجانب الايراني والسعودي، كان للعراق جولات كبيره. فاعتقد هناك اوراق كثيره، مقابل ذلك ايضا الجانب الامريكي يمتلك اوراق كبيره، من ابرز تلك الاوراق اللي يحتاجها العراق موضوع الاعفاءات، باعتبار العراق مقبل على الصيف ويحتاج الغاز الايراني، ومن غير المعقول ان يعني نستورد الغاز الايراني دون وجود اعفاءات من العقوبات المفروضه من قبل الولايات المتحده الامريكيه وغيرها من الامور الكثيره. السيد السوداني راح ينجح بهذه الاعفاءات وتكون هذه الزياره مختلفه وناجحه هذه المره؟ النجاح المطلق مستحيل، اعتقد النجاح سوف يكون نسبي باعتبار ان المفاوضات ليست سهله. ايش قد النسبه؟ يعني اعتقد قد تشكل نسبة النجاح 60 إلى 70% باعتبار أن الملفات هي ليست ملفات سهلة وبسيطة، ملفات معقدة وبها تركة كبيرة. لكن السيد السوداني يختلف عن رؤساء الوزراء السابقين أنه يحظى يعني مقبولية شعبية من جهة ومقبولية سياسية بالرغم من الخلافات مع أقليم كردستان، ولكن أعتقد هو أكثر رئيس وزراء حظى بمقبولية من بين الكتل السياسية. شكرا جزيلا أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور طارق الزبيدي، حياك الله نورتنا في حلقة اليوم. الخبير الأمني الأستاذ العميد المتقاعد عدنان الكناني، حياك الله نورتنا في حلقة اليوم. شكرا جزيلا. إذا ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبار المحلية لهذا. وزارة الداخلية تعلن عن وجود خطة لتسليم الوزارة الملف الأمني في 3 محافظات قريبا. النزاهة تعلن استخدام مدير حسابات محافظة الديوانية لارتكابه مخالفات بصرف 3 مليارات دينار. وزارة التخطيط تعلن مباشرة الشركات العالمية المتخصصة مهامها لإنجاز متطلبات التعداد السكاني. التجارة تعلن انطلاق الموسم التسويقي للحنطة في محافظات ذي قار والبصرة والنجف الأشرف. المجلس الأعلى للشباب يعلن فتح قاعات الاجتماعات بوزارة التخطيط أمام الأنشطة الشبابية. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على ألف خير.